أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء بسم الله
فمن اهتدى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم اصبر حتى يحكم الله الحكيم. قل يا أيها الناس قد جاء
اتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. من هنا ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ مصطفى الشربيني كانت ختاما للجزء الاول من ليلتنا العطرة المباركة. تكريم الوالد الكريم والمربي الفاضل أحد واجب حطيبة، نسأل الله أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره. يتقدم فضيلة القارئ الشيخ محمود واجب خطيب حطيبة وعموم إخوته آل حطيبة على مستوى مركز المنصورة قاطبة بأسماء آيات الشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم السادة القراء والسادة العلماء والسادة مقولي أشغال الفراشة على مستوى محافظة الدقهلية. الجمع الطيب الكريم، ها هو الليل قد عسعس والصبح قد تنفس، وما من بدر أشرق إلا وله غروب. دقائق ويؤذن لصلاة المغرب، ثم اللقاء بحضراتكم عقب الصلاة إن شاء الله. وإلى أن نلتقي تصحبكم سلامة الرحمن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.